حال مئات الآلاف من نازحي غزة، ماذا عن طقس قطاع غزة في هذه الأيام التي تمطر قنابل وأمطار ربما؟ أول شيء، غزة هي جزء من فلسطين، وفلسطين جزء من بلاد الشام، والنظام الجوي يؤثر على منطقة بلاد الشام، ويؤثر على العراق، ويؤثر على شمال السعودية. إذن ما نتأثر به سيتأثرون به، إذن سيتأثرون بالجبهة الهوائية الباردة اللي بدأ تأثيرها اليوم على الساحل الفلسطيني، أدت إلى أمطار غزيرة، وأيضا ستؤدي الأجواء عندهم ستكون باردة وغائمة وماطرة وزخات رعدية، وممكن يكون أكثر حتى كونهم أقرب إلى البحر، وبالتالي نسبة الرطوبة أعلى، وبالتالي غزارة المطر أكثر. فمندعو أنه ربنا يكون في عونهم، لأنهم بلا ملابس اللي تساعدهم على الدفء، بدون أغطية، بدون بيوت، فش سقف يؤويهم. هذه مشكلة أيضا ومأساة إنسانية أيضا كبيرة، بالإضافة إلى الوضع اللي هم موجودين فيه. وضع الأمطار أيضا في مخاطر كبيرة جدا، من حيث البرد، من حيث الهواء القوي، من حيث الأمطار الغزيرة، ارتفاع منسوب المياه أيضا، ومن حيث الطبيعة اللي نتجت نتيجة العمليات العسكرية، كيف بدها تخلق أوضاع غير مناسبة حتى لمعيشة الإنسان. أستاذ جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في مركز الطقس العرب، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا لك.